ماما ماما أهلين ماما، جايبت لك خبر تازة. ما بعرف إذا رح يبسطك ولا يزعجك. خير إن شاء الله. ما بفعل أحسن. عم يقولوا إنه مدامته هي اللي غدرت فيه. وإنتي مين قالك؟ شفت خاله صدفة، هو اللي قال لي. وخالك شو عرفه؟ ما بعرف شو اللي عرفه، بس هو متأكد من الخبر 100%. دخيل اسمه يومين ولا يوم. استغفر الله العظيم. لا شمعتي يا ربي، لا شمعتي. الله يفك كسره. خرجت. عن جد برافو. كرمالك. مبروك. هيك ناشفة؟ شو هالبخل هاد؟ اوكي. حدد الهدية اللي أنت بدك إياها وتكرم عيونك. بجوز تكون غالية ها؟ ما تنفخ لي قلبي رائد. من الآخر، شو بدك؟ بدي الشيء اللي وعدتيني فيه بعد ما اتخرج. انا الشيء اللي وعدتك فيه ما وعدتك بشيء. كيف ما وعدتيني بشيء؟ وقلبك؟ ليك رائد، انا ابدا ماني جاهزه احكي بهذا الموضوع. بعدين اليوم سمعت خبر ضايقني كثير بخص بابا، وفي زبونه فوق ناطرتني ما فيني اتاخر عليها. عن اذنك هلا. يعني فيك تقولي انه انا حاسه حالي نصين، وكل نص بده عكس ما بده الثاني، وانا ضايعه بيناتهم. ايه يا سلام، شو هالبلاغه هي؟ ما فهمت ولا كلمه. حاستك عم تحكي طلاسه. على فكره مو الحق عليكي، حق علي انا. انا يلي عملتك بني ادم وجيت احكي لك. يبعث لك حمى. ليش انت حكيتي شيء؟ الك ساعه عم ترغي، ما فهمت عليكي ولا كلمه. احكي لي ببساطة ووضوح مشان افهم عليكي. كلمة كلمة، انت من شو تعبانة؟ ضميري عم يعذبني. انا كنت اخلي الشباب يتعلقوا فيني ويحبوني واتركهم ليتعذبوا. وهلا عم حس حالي عم اغلط. عم حس اني انا بدي اظلم حدا، بدي دمر حياة شخص هو سقفيني وعطاني سر.